كيعتبروه الوطن تاعهم، ما كانش اللي يزعجهم من تما. وكونا كنقتلوهم النهار اللي كيمشي كيرجعوا كيلاقوا ما كيرجعوا لنفس المكان ويحتلوا هذاك الموقع. يعني غادي تقتل غادي يجي، وغادي تقتل غادي يجي، وغادي يتولدوا غادي ما غادي تحل حتى شي مشكل. وحتى هاد العنف اللي كيمثلوا هاد القتل تاع الكلاب، انا ضده. ونكتب كل كنا تكلمنا في هاد المساله هادي، واتفقنا على انه نديروا يدنا في يد هاد الجمعيات مع طبعا الحال مع الاطباء البيطريين. الاشكال اللي كان عندنا هو المكان، لانه باش دير العمليه كيخص يكون عندك المكان. في اي جمعيه للدفاع عن الكلاب المتخلى عنها، ولكني اتعاطف مع هذه الجمعيات كثيرا، اتعاطف معها كثير نظرا لان طرحهم طرح انساني، طرح متقدم، طرح حضاري. ذلك ان وفره الكلاب التي تسمونها قانون هنا بالضاله، وهي ليست ضاله لان اصحابها تخلوا عن هذه الكلاب، لو اعتنوا بها لما كفروا بهذا الشكل. في مرض زريم في الظرفيه هي الاخيره ما يسمى الكيديقزي. يجي التارون يجي العدد مهوي. يجي تخزين التارون 12 15 وشا تخيمة 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 المساكين المتشردين. نهار ان شاء الله نتمنى ان نحيك الاخوان ولا السلطات المحليه، لان الاخوان باش نزارج من نهج من رجل الطريق نغني جديد. وثم نشي كبرلمانيين عواد يخسر غنا نرفع يجن من خص غادي ملتمس من يجن القانون امير ديال البرلمان يجن مقترح قانون امير ديال البرلمان حتى هو نقلبو يقزينا ان بدر الصيغه النص من اجل باش لان لم يهني ديج الكائن خلق الانتظار رب العالمين. هذا باش غير السي محمد الكريمه غادي يوضح ويفقد بجد المظاهرة يدافع